محمد صالح، كلية إدارة الأعمال قسم المحاسبة. تسمعون الصوت شباب؟ الصوت واضح؟ طيب إن شاء الله اليوم موضوعنا واضح راح واضح نتطرق له. دكتور واضح. تسلم تسلم. إن شاء الله اليوم موضوعنا راح نتطرق له، هنتطرق إلى الحسابات أو معالجة الحسابات في قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. طيب بالنسبة لقائمة الدخل، طيب بالنسبة لقائمة الدخل، بس لحظة شباب. بالنسبة لقائمة الدخل إن شاء الله اليوم هنتكلم عن الحسابات التي تعالج في قائمة الدخل أو في حساب ملخص الدخل، والحسابات التي تعالج في قائمة المركز المالي. طيب بالنسبة لحسابات ملخص الدخل، معروف إن الحسابات التي تعالج في ملخص الدخل هي حساب المصروفات وحساب الإيرادات. حساب المصروفات وحساب الإيرادات. بالنسبة للمصروفات استوعبت كده بشكل عام، تعالج في ملخص الدخل في الجانب المدين. طيب الشات مش واضح، بس لحظة أوضح الطريقة أفضل. طيب كده واضح الشات معكم؟ طيب بالنسبة لحساب ملخص الدخل، بالنسبة لحساب ملخص الدخل دائما تعالج المصروفات في ملخص الدخل في الجانب المدين، وتعالج الإيرادات في الجانب الدائن. تعالج المصروفات في الجانب المدين وتعالج الإيرادات في الجانب الدائن. ولو افترضنا مثلا مثال بسيط، أنا عندي إيرادات، مثلا إيرادات، إيرادات طيب بكره. طيب شباب نأسف للانقطاع. بالنسبة للشات ممكن تكون في الغرفة الرئيسية هنا بتاعت المقرر، وقلنا اليوم إن شاء الله محاضرتنا هنتناول فيها معالجة حساب المصروفات والإيرادات، وقلنا الإيرادات تعالج في ملخص الدخل في الجانب الدائن، والمصروفات تعالج في الجانب المدين. أنا هعطي سؤال، عندي مصروفات أو رواتب، عندي رواتب، عندي رواتب، الرواتب هذه، الرواتب تعالج في ملخص الدخل في الجانب المدين أم في ملخص الدخل في الجانب الدائن أم في قائمة المركز المالي؟ الرواتب، الرواتب الرواتب تعالج في ملخص الدخل الجانب المدين ولا تعالج في قائمة المركز المالي، لأنه قائمة
المركز المالي يعالج بها الأصول والخصوم، يعالج بها الأصول والخصوم. قلنا الرواتب تعالج في حساب ملخص الدخل في الجانب المدين، حساب ملخص الدخل في الجانب المدين. طيب بالنسبة للإيرادات، الإيرادات أنا بعطيك أربع خيارات، أربع خيارات: ملخص الدخل جانب مدين، ملخص الدخل جانب داين، قائمة المركز المالي أصول، قائمة المركز المالي خصوم. أين تعالج؟ برافو برافو، تعالج في قائمة المركز، في قائمة الدخل في الجانب الداين، قائمة الدخل في الجانب الداين أو ملخص الدخل في الجانب الداين. طيب نحن بشكل عام المصروفات تعالج في ملخص الدخل في الجانب المصروفات. شباب من جديد، نحن قلنا اليوم بنتكلم عن الحسابات الختامية، وهي قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. قائمة الدخل يعالج فيها المصروفات والإيرادات، قائمة الدخل يعالج فيها المصروفات والإيرادات. المصروفات في قائمة الدخل أو ملخص الدخل، المصروفات في حساب ملخص الدخل تعالج في الجانب المدين، والإيرادات تعالج في الجانب الداين، الإيرادات تعالج في الجانب الداين. من جديد، أنا عندي ملخص دخل وعندي مركز مالي. ملخص دخل، ملخص الدخل ومركز مالي. ملخص الدخل فيه المصروفات وفيه الإيرادات. المصروفات بتكون مدينة في ملخص الدخل، والإيرادات بتكون داينة في ملخص الدخل. واضح؟ دي فكرة عن ملخص الدخل. طيب لو كانت الإيرادات أكبر من المصروفات، النتيجة هتكون صافي ربح ولا صافي خسارة؟ لو كانت الإيرادات أكبر من المصروفات، شلون تكون خسارة والإيراد أكبر يعني؟ مو خسارة، النتيجة صافي ربح. إذا كانت الإيرادات بحساب ملخص الدخل أكبر من يا المصروفات. دكتور السلام عليكم، ما في محتوى الله يجزاك خير. المحتوى إن شاء الله، طبعا عندنا محتوى في المحاضرات السابقة، والمحاضرة المباشرة ما هي إلا توضيحية لبعض الأجزاء اللي بتكون فايتة على الطالب. وفي المحاضرة المباشرة الرابعة إن شاء الله راح ناخذ نماذج على الآلية والكيفية اللي بتكون بها الأسئلة. الحين نحن هنتكلم فقط عن فكرة بتاعت ملخص الدخل. جزاك الله خير يا دكتور. طيب بالنسبة لأسئلة الاختبارات وكذا كيف؟ طيب حلو، أجاوب عليها. أسئلة الاختبارات موضوعية. شلون موضوعية؟ أنا أعطيك سؤال الآن، مثلا تعالج المصروفات أو تعالج الرواتب في الخيار الأول، ملخص الدخل الجانب المدين، ملخص الدخل الجانب الداين، قائمة المركز المالي أصول، قائمة المركز المالي خصوم. اختار الإجابة. الإجابة الصح، الإجابة الصح، أنا أعطيت سؤال الأخص عني عن النماذج كيف تكون الأسئلة. الأسئلة في الاختبارات يا شباب، الأسئلة في الاختبارات يا شباب بتكون دائما دائما موضوعية. بيعطيك سؤال وبيعطيك خيارات، بتختار أفضل الخيارات. قلنا الرواتب تعالج في ملخص الدخل المدين، ملخص الدخل دائم، المركز المالي أصول، المركز المالي خصوم. طيب أنت بتختار الإجابة الصحيحة من الإجابات هذول، دي طريقة الأسئلة. طيب نواصل شرحنا. إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات، النتيجة هتكون صافي ربح ولا صافي خسارة؟ صافي ربح. حلو، إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات النتيجة صافي ربح. طيب أين يعالج صافي الربح؟ سؤال، أين يعالج صافي الربح؟ أين يعالج صافي الربح؟ وين أحطه؟ أصلا يا شباب صافي الربح ده هو نتاج
الدخل، نتائج قائمة الدخل. أنا بعمل مقابلة بين الإيرادات والمصروفات، إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات تكون النتيجة صافي ربح، صافي ربح. طيب إذا كانت النتيجة صافي ربح، صافي ربح تضاف إلى رأس المال بالمركز المالي، تضاف إلى رأس المال بالمركز المالي، يضاف صافي الربح إلى رأس المال ويعتبر إضافة لحقوق المالكين. طبعا الملاك يملكون رأس المال ويملكون الربح، واضح؟ طيب إذا كان المصروف أكبر من الإيراد، النتيجة صافي خسارة، النتيجة صافي خسارة، وين عالج صافي الخسارة؟ وين عالج صافي الخسارة؟ وين عالج صافي الخسارة؟ ها؟ نعم صافي الخسارة. صافي الخسارة يطرح من رأس المال في المركز المالي، يطرح من رأس المال في المركز المالي، يخصم من رأس المال في المركز المالي. إذن يا شباب أنا عندي ملخص دخل فيه مصروفات في الجانب المدين وإيرادات في الجانب الدائم. إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات تكون النتيجة صافي ربح، وصافي الربح هذا يضاف إلى رأس المال في المركز المالي. أما إذا كانت المصروفات أكبر من الإيرادات تكون النتيجة صافي خسارة، وصافي الخسارة تطرح من رأس المال. ده بالنسبة لي ملخص الدخل. طيب في حساب، عندي سؤال أخير أيضا في ملخص الدخل. الكتاب بتاع المادة اسمه أسس المحاسبة للدكتور وابل بن علي الوابل. الكتاب اسمه أسس المحاسبة للدكتور وابل بن علي الوابل. شباب ركزوا معنا عشان نستفيد يعني من ضمن المحاضرة. طيب طيب بالنسبة لل عندي حساب يعالج في ملخص الدخل، يعالج في ملخص الدخل ويعالج في المركز المالي. ما هو الحساب هذا؟ ما هو الحساب؟ حساب يعالج في ملخص الدخل ويعالج في المركز المالي، هي بضاعة آخر المدة، بضاعة آخر المدة تعالج في ملخص الدخل، بضاعة آخر المدة تعالج في ملخص الدخل والمركز المالي. طيب نجي الآن الخطوة الثانية، في طالب عنده سؤال في ملخص الدخل، الآن المايك مفتوح معكم. تفضلوا. طيب في طلاب بيسألوا عن جدول يومية، بكون في جدول في الامتحان دائما يا شباب. بالنسبة للامتحان بتاع مبادئ المحاسبة الأسئلة كلها موضوعية. مثلا في العيود يقول لك اشترت، مثلا اشترت منشأة الهفوف بضاعة ب5000 ريال نقدا، القيد الصحيح هو من حساب المشتريات لحساب الصندوق، من حساب المشتريات لحساب البنك، من حساب المشتريات لحساب الدائنون، من حساب المشتريات لحساب whatever. أنا أقول بالنسبة للأسئلة في اليومية، مثلا بيعطيك قيد يقول لك اشترت المنشأة بضاعة نقدا، القيد الصح من المشتريات إلى الصندوق، من المشتريات إلى البنك، ده سؤال مثلا. أو تاني يعطيك خيار يقول لك الحساب المدين، هو حساب الحساب المدين مثلا حساب المشتريات على حسب نوع السؤال. ممكن يقول لك الغيض الصح او الحساب المدين هو او الحساب الدائن هو كذا مثلا. او يقول لك مثلا اشترت المنشأة بضاعة ب5000 نقدا، المشتريات مدينة ب5000، السيارة مدينة ب5000، البنك مدين ب5000، راس المال مدين ب5000. بتختار وين؟ على حسب السؤال الصح انت بتختار. طيب في طالب سأل قال من وين اخذ الحسابات بتاعة
ملخص الدخل والمركز المالي، باخذ من ميزان المرادعه، باخذ من ميزان المرادعه. شباب المسائل كلها بديك محلوله، انت بتختار الحل الصح، تختار الحل الصح. يعني لازم يكون معك آلة حاسبة عشان تدرب الحل الصح وتختاره. والأسئلة موضوعية، الأسئلة موضوعية، انت لازم تكون معك آلة حاسبة تحل حاسبة عادية وليس علمية، يمنع استخدام الآلة الحاسبة العلمية. طيب نجي لقائمة المركز المالي. قائمة المركز المالي طبعا يا شباب هي عبارة عن حساب، سوري، هي قائمة ما حساب، فيه أصول وخصوم. أصول وخصوم، الأصول نقدية بالبنك، النقدية بالصندوق، ركز معي، حساب المدينون، أوراق القبض، الأصول الغير ملموس. هذه تعالج في جانب الأصول. بالنسبة لجانب الخصوم وحقوق الملكية، فيه رأس المال زائد من الربح أو ناقص من الخسارة، وفيه الخصوم وأوراق الدفع اللي هو الدينون وأوراق الدفع وبقية الالتزامات. طيب ده فيما يتعلق بقائمة المركز المالي. طيب عندي سؤال، السيارة، السيارة، السيارة تعالج من ضمن الأصول بالمركز المالي الثابتة، تعالج من ضمن الأصول المتداولة بالمركز المالي، تعالج من ضمن الجانب المدين حساب ملخص الدخل، تعالج خصوم في المركز المالي. السيارة تعالج من ضمن الأصول الثابتة، برافو، تعالج من ضمن نعم الأصول الثابتة. طيب المدينون، حساب المدينون، حساب المدينون يعالج في المركز المالي أصول، السيارة تعالج أصل ولكنها أصل ثابت، المدينون يعالج أصول متداولة، أصول ثابتة، خصوم ملخص دخل مدين. ايش يعالج؟ المدينون وليس الدائنون، المدينون وليس الدائنون. طيب المدينون وليس الدائنون تعالج ايش؟ شباب المدينون تعالج اصول متداولة في قائمة المركز المالي. طيب في بعض الشباب بيسألوا عن معادلة الميزانية. معادلة الميزانية هي الأصول زائد المصروفات، الأصول زائد المصروفات بتساوي الأصول زائد المصروفات، اكتب عندك الأصول زائد المصروفات بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات، زائد الإيرادات، زائد الإيرادات. الأصول زائد المصروفات بتساوي، الأصول زائد المصروفات بتساوي حقوق الملكية زائدا الخصوم زائدا الإيرادات، مو ناقص المصروفات لأن المصروفات حطيناها مدينة بهناك، واضح؟ الصور المصروفات بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. الأصول، الأصول، الأصول زائدا المصروفات. يعني أنا عندي أصولي ومصروفاتي، هذول التنتين بيساوي حقوق الملكية زائد الإيرادات زائدا الخصوم. ده بالنسبة لي معادلة الميزانية. طيب في سؤال، لا بد أن يتساوى طرفي قائمة المركز المالي، قائمة المركز المالي. طيب ناخذ مثال على الميزانية، ناخذ مثال على الميزانية. أوراق الدفع، أوراق الدفع تعالج، تعالج بقائمة المركز المالي خصوم، أصول ثابتة،
أصول متداولة تعالج بملخص الدخل. ها أوراق الدفع خصوم، أوراق الدفع خصوم، أوراق الدفع خصوم. طيب أوراق الدفع لا تعالج بملخص الدخل، تعالج خصوم في قائمة المركز المالي. أنا قلت أوراق الدفع تعالج في قائمة المركز المالي خصوم، أم أصول ثابتة، أم أصول متداولة، أم تعالج بملخص الدخل؟ تعالج في قائمة المركز المالي أوراق الدفع. مركز مالي خصوم يا شباب، الكتاب اسمه، ركزوا معي، الكتاب اسمه أسس كتاب وليس ملخص، كتاب وليس ملخص، كتاب مرجع اسمه أسس المحاسبة، ده الكتاب المغرر عليكم، اسمه أسس المحاسبة للدكتور وابل بن علي الوابل، موجود في مكتبة جرير، مكتبة كل المكاتب. طيب بالنسبة لي، طيب يعني خصوص قائمة المركز المالي. طيب الآن نحن فهمنا ملخص الدخل والمركز المالي. في النهاية قائمة المركز المالي لابد من أن تتساوى الأصول والخصوم وحقوق الملكية. واضح؟ طيب أنا عندي الحسابات يا مصروف يا إيراد. الحسابات كلهم كم يا شباب؟ 5. حسابات 5. أولا المصروفات والإيرادات وحقوق الملكية ورأس المال، لا سوري، وحقوق الملكية والخصوم والإيرادات. المصروفات والإيرادات يعالج في ملخص الدخل، وحقوق الملكية اللي هي رأس المال والخصوم والأصول يعالج في المركز المالي. قلنا الحسابات كم يا شباب؟ ايوه نعم. طيب الحسابات 5، الحسابات 5، اصول، مصروفات، هذول التنتين بيساوي خصوم، حقوق ملكيه، ايرادات. طيب ركزوا معي، الاصول والمصروفات يعالج في ملخص الدخل. سوري، المصروفات والايرادات يعالج في ملخص الدخل. قلنا في ملخص الدخل بعالج ايش؟ في ملخص الدخل بعالج المصروفات والايرادات. حلو. في المركز المالي بعالج الاصول، المصروفات في ملخص الدخل. المركز المالي بعالج فيه الاصول. يلا خلاص اوكي. المركز المالي والاصول وحقوق الملكيه و الأصول وحقوق الملكية والخصوم، الأصول والخصوم وحقوق الملكية. طيب في طالب سأل سؤال ممتاز، قال ليش الربح يضاف إلى رأس المال، مفروض يوزع على المالكين. طيب يا أستاذي، رأس المال هو ملك المالكين أيضا، رأس المال هو فلوس المالكين، نحط له الربا على فلوسهم زيادة، رأس المال هو ملك الملاك أيضا، نحط الربا على رأس المال، وإذا في خسارة نخصمه من رأس المال حقهم. واضح؟ أساس رأس المال حقهم، بصوت عليه والربح بتضيفه عليهم. إذا كان في توزيع ده موضوع تاني، لكن أساسا نضيفه على رأس المال بعد ذلك توزع ديهم ده موضوع تاني خالص. لكن الآن معالجتنا نحن حتى في شركات المساهمة ممكن أرباحك ما يوزع عليك، تضاف لك أسهم جديدة حتى في شركات المساهمة. اللي طالب المثال عن المساهمة، ممكن أرباحك يعطوك إياها يا توزع عليك، يعني يا تضاف ل ل ل لرأس مالك. وإذا خسارة تخصم من رأس المال. ليه يا شباب؟ لأنه أساسا رأس المال يعتبر حقوق ملكية، والربح يضاف إلى حقوق الملكية،
والخسارة تخصم من حقوق الملكية. إذا خسارة نخصم من رأس المال. طيب هاي يا شباب حتى الآن واضح في النهاية المفروض القائمة الوصول للخصوم تتساوى. طيب في المحاضرة المباشرة في طالب بيسأل المحاسبة طبعا يا شباب بتحدد نتيجة أعمال المنشأة من ربح وخسارة، وبناء على دراستي للمحاسبة أقدر أتخذ قرار هل المنشأة ناجحة هل ربحانة أو الخسران وإلى ذلك يعني، وبتحدد لي ما على الشركة من أصول وما لها ما للشركة من أصول ولا لها من التزامات. طيب الآن لو في طالب عنده سؤال اتفضل يسأل، المايك مفتوح والتات مفتوح اتفضل. طيب تتعلم معلش نكتب على طول الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات الأصول والمصروفات، الأصول والمصروفات إذا زادوا مدينات، الأصول والمصروفات إذا زادوا مدينات وإذا نقصوا دائنات، والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات إذا زادوا دائنات وإذا نقصوا مدينات. من جديد الحسابات خمسة حسابات، كم الحسابات؟ الحسابات خمسة، الأصول والمصروفات هذول التنتين إذا زادوا بيكونوا مدينات وإذا نقصوا بيكونوا دائنات، والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات هذول إذا زادوا بيكونوا دائنين وإذا نقصوا بيكونوا مدينين. واضح الشباب؟ طيب في استفسار بالنسبة للمحاضرة المباشرة الرابعة إن شاء الله حنحط نموذج لكيفية الأسئلة، يعني كيف راح تكون الأسئلة. واضح؟ في المحاضرة الرابعة إن شاء الله حنحط نموذج دي كيف راح تكون الأسئلة في الامتحان، لأن الأسئلة أصلا هي أسئلة موضوعية يعني فكرة. إن شاء الله نلتقي في المحاضرة المباشرة الرابعة، ووفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.